الاستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيويه بكليه الزراعه جامعه عين شمس، والمستشار العلمي للشركه الوطنيه للزراعات المحميه. هتشرف بعرض الصوبه متوسطه التكنولوجيا لسيادتك. الصوبه دي مقامه على مساحه 3 ابدنه 12144 متر، ومزارعه محصول الخيار الصيفي. ده خيار قصير الاجل، بينتج انتاجه كله في حدود من 8 الى 10 اسابيع. الصنف المزروع ده صنف الشركه بتستهدف انتاجه ان شاء الله كاحد الاصناف الخاصه بالشركه. الانتاجيه المستهدفه من البيت الزراعي ده 120 طن، بننتجهم خلال من اغسطس الى اكتوبر. حضرتك البيت الزراعي ده بيتميز عن البيوت الزراعيه التقليديه بان هو بيحتوي على عده منظومات اللي سيادتك اتفضلت وشفتها في منطقه الخدمه دي. لما درجات الحراره ترتفع في يوم زي النهارده الثيرمال سكرين بيغلق زي ما هو موجود دلوقتي كده، وبتشتغل منظومه الفوج اللي هي شغاله دلوقتي، وكذلك فتحات السقف العلويه والجانبيه. الكلام ده بيؤدي لتكوين مناخ مثالي حوالين النبات، وبالتالي بنحصل على اقصى انتاجيه مثلى، وبتكون فرص الاصابه بالافات اقل ما يمكن، وبالتالي استخدام المبيدات بتكون محدوده، وبالتالي بنقدر نقدم غذاء صحي وامن للمواطنين للسوق المحلي او للتصدير للدول الاوروبيه في فصل الشتاء. انا ما اعرفش السؤال اللي هساله ده عندك اجابه ليه ولا لا؟ لا تحت، ولكن احنا محمد عاملين رقمنه للمشروع كله. يعني ايه رقمنه للمشروع كله؟ يعني كل الداتا اللي بتطلع من كل صوبه بالتوقيتات بتاعتها بانتاجها بالقائمين على العمل فيها تمام، باي مشاكل حدثت في الكلام ده متعلق عندنا على الحواس كله متسجل. اتفضل. هو احنا بنطبق اشتراطات الجلوبال جاب. من ضمن اشتراطات الجلوبال جاب ان كل بيت زراعي بيكون ليه سجل يومي، سجل اداء يومي بيقول عدد الافراد اللي اشتغلت واشتغلت ايه، بالاضافه لكده الانتاج، بالاضافه لكده المواد الكيميائيه اللي استخدمت اذا تم استخدام اي مبيد كيميائي، وده بيكون في اضيق الحدود. المبيدات اللي بيتم استخدامها بتكون مبيدات مجدوله في لسته طبقا لاشتراطات الاتحاد الاوروبي. الكلام ده بيتجمع في كل بيت زراعي ويوميا بيتم ادغاله على قاعده بيانات مبرمجه اليا بوسط اجهزه الكمبيوتر في اداره كل موقع. وبعدين في الاخر فين بقى؟ بعد اذن حضرتك، هو فعلا السادة بتقول عليه ده بيتعمل لسبب علشان نعرف التكلفه كل لا 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 انا مش بتكلم على مستوى كل قطاع. ايوه انا بتكلم الدماغ بتاعت الجهاز كله. ايوه شايفه المشروع كله بالظبط. عندي 100,000 فدان في القطاع الفلاني، فيه 5,000 في القطاع الثاني، 10,000 الصوب اللي موجوده فيهم قد ايه، العدد اللي شغالين فيهم قد ايه، الانتاج اليومي بتاعهم قد ايه، المشاكل اللي قابلناها قد ايه، الكلام اللي بيقوله الدكتور. ايوه بس هو بيقوله على مستوى هنا بيتم ارساله حضرتك يوميا للاداره الفنيه في الشركه، بيرسل اما بالفاكس او بال. انا بقى بتكلم على ان الموضوع كله عباره عن لا تدخل بشري بالظبط، لا فاكسات ولا اي حاجه، لا ده الكلام وانا بسجله بيخش يبان في دماغ على الجهاز، في ناس الجهاز تمام. فمن فضلكم لو ما كانش اتعمل يا محمد نعمل شكرا جزيلا. شكرا.